اصلا الاول من الاصول الثلاثه السؤال الاول الذي تسال عنه في قبرك من ربك انت فرسته فرste grundläggande princip eller det första du blir störd i din grav vem är din herre تقول ربي الله يصير من حر الله سبحانه الذي رباني اي خلقني ورزقني هذا تربيه للبدن den som har uppfostrat mig den som har skapat mig och uppfostrat mig och försörjt mig och detta är er det vi säger med vara. Våre... alltså detta är er vår <بتصفيق> نعم هذه تربية للظاهر والتربية للباطن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى من الداخل نعم تربية للروح للداخل ودا الله سبحانه سنت في كانت تربية نعم إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية لابد أن يعبد إذا كان الله هو الخالق والرازق لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لابد أن يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ذن سن سكابر وذن سن فسرقر كان سكابر الله وإنهن كان فسرقر الله سأرى الله سبحانه وتعالى سن فتينر ولهذا كان من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ودار فور ذن سن يور أندرين الله سبحانه وتعالى فسارا مشرك كافر نعم نحن ندرس الآن حتى نحذر ونحذر الناس من الشرك. Vi lærer de tingene her, sånn at vi ikke faller i det, og sånn at vi kan advare andre fra, fra å falle i det. Og det å kalle andre kufar, eller å de, uh, stemple dem at de er ute av islam, det er ikke for oss, men det er for, for de store lærdene.